هسه ورا الاساينمنت، ورا الاساينمنت يعني اللي يساوي هذا الاساينمنت شخصيا، هسه عندنا زائد ويساوي. زائد ويساوي يعني المتغير نفسه زائد ما يساوي. يعني شنو؟ خلينا نطبقها. يعني هنا اذا قلت له النمبر زائد يساوي 10، هسه هنا ايش قد راح يصير القيمة؟ راح يطلع لنا المفروض 20، يعني 10 زائد 10. شوفوا بس خليت الزائد، يعني النمبر زائد ما بعد سطر. طفي شغل. شي يقول اي اكسبكت، اوكي كيس سنسيتيف، هو كيس سنسيتيف ولذلك يعني هنا اعترض يقول اكو مشكلة، يعني بس امسح هذا السبيس. تمام هسه رجعت لنا 20. اللي بعده ناقص يساوي، يعني المتغير نفسه. شوفوا كأنما انه احنا جايين نقول له النمبر يساوي النمبر زائدا 10. هيجي من اقول له زائد يساوي، يعني هذا التعبير الحرفي له. اوكي هسه ايش راح يعمل؟ راح يعطينا نفس القيمه همين 20. اشوفه 20 ليش؟ لان ما مختصرها علينا، تقدر تقول له يساوي زائد. هسه ناقص يساوي 10 راح يعطينا 0، لان 10 ناقص 10 هي تساوي 0. تمام شنو بعد عندنا؟ الاساينمنت الفي يساوي هم من كذلك، الملتيبل يساوي الخ الخ الخ. ايش عندنا الاكسرسايز؟ هاي هنا أنا جاي يحكي على الاكزامبل والتمثيل، الاكويفمنت يعني ما يساوي، يعني هسه اكس زائد يساوي 5، المقصود من عندها اكس يساوي اكس زائد 5، والريزولت راح تكون 7. ليش؟ لان هنا هو معطينا الاكس 2 والواي يساوي 3 والزت يساوي 4 والبي يساوي 12 والسي يساوي 8. يضرب هنا عليهن امثله. شدنا كومبريشن اند لوجيك، هاي اللي راح نشرحها الفيديو الجاي.